السلام عليكم. عليكم السلام، شكرا لك يا الأدبي. نعم. طب لو سمحت، أنا في درس الفقه لقيت الشيخ بيقول إن في المسح، في الوضوء، في المسح على الرأس لازم الواحد يمسح الرأس كلها، وأنا ما كنتش بعمل كده. هل كده الوضوء بتاعي لا دي اللي فاتت غلط؟ لا لا، دي مسألة مختلف فيها بين العلماء. فمنهم من يقول وامسحوا برؤوسكم الباء للتبعيض، الباء للتبعيض يعني بعض رؤوسكم. ومنهم من يقول تقبل، كان النبي يقبل ويدبر، حتى إذا أقبلنا وأدبرنا هيبقى بعض الشعر ما تمسح، فيعني الأمر سهل. طيب تمام. طب والمضمضة الاستنشاق فرض ولا سنة؟ لا سنة، ليست فرض. شكرا لفضيلتك. الله يبارك فيك.